نعم حسين، يعني هذا المعتقل هو بالأساس قاعدة عسكرية فتح لاحتجاز المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة مع بدء الحرب على القطاع منذ 10 أشهر. وفي هذا المعتقل الذي يشبه بغوانتانامو سيء الصيت والسمعة، يمارس فيه الجنود الإسرائيليين كل وسائل التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين. حسب التقارير الرسمية، حتى أن هارتس، صحيفة هارتس، نشرت عن أن على الأقل 36 أسيرا فلسطينيا استشهد في هذا المعتقل كان آخرهم بالأمس. يمنع من العبادة، يمنع من الحديث، يمنع من الطعام، يتم إجراء عمليات طبية لهم دون تخدير طبي. احتجاز يستمر ل 45 يوما قبل أن يتم الإفراج عنهم أو نقلهم إلى سجون أخرى. وآخر ما تم نشره صباح هذا اليوم عبر القناة 12 الإسرائيلية هو تقرير تحقيقي لجنود إسرائيليين يقوموا باقتياد أسير فلسطيني وسط أكثر من 30 أسير تم تعصيب أعينهم وإلقائهم على الأرض، ومن ثم يقومون بتغطية الكاميرات الأمنية. هم يعلمون أن هناك كاميرات أمنية، ولعدم توثيق هذا الحدث قاموا بالتغطية بالدروع. وعلى ما يبدو أنه حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تعرض لاعتداء جنسي بآلة حادة. ولم يذكر تاريخ هذا الفيديو أو تفاصيل أكثر عن المعتقل، ولكن يأتي هذا بالتزامن مع جلسة في المحكمة العليا الإسرائيلية التي يعني تناقش التماسا قدم من 5 مؤسسات حقوقية تتحدث في تقاريرها عن ما يجري من تعذيب داخل هذا المعتقل. ومع بدء الجلسة ونقاشها قام عائلات المحتجزين المتواجدين داخل الجلسة وأيضا من إسرائيليين من اليمين المتطرف بمحاولة التشويش لمنع إصدار قرار بإغلاق هذا المعتقل. علقت الجلسة لفترة وجيزة، ومن ثم على ما يبدو أنها استؤنفت لنقاش إلى أين سيتم التوجه. أريد فقط بعجالة الحديث عن هذا المعتقل بالتحديد الذي يقع بالقرب من بئر السبع، وبالعربية يعني حقل أو مطار اليمن. أنشئ عام 1950 لاجتلاب أكثر من 50,000 يهودي يمني من الخارج، وضعوا حينها في هذا المعتقل ومن ثم في هذا المكان. ومن ثم في عام 2008 في حرب في وفي عام 2014 تم أيضا وضع أسرى فلسطينيين من قطاع غزة فيه، واليوم يوصف بأنه معتقل شبيه بغوانتانامو أو غوانتانامو إسرائيل. وحتى اللحظة هناك اعتراض من وزير الأمن القومي إتمار بن غفير بإغلاقه، وحتى من قبل ساسة إسرائيليين يرفضون ذلك. المستشارة القضائية في وقت سابق طالبت رئيس الحكومة نتنياهو بإصدار أوامر لإغلاقه قبل أن تأمر المحكمة بذلك، لكن بعد هذه الجلسة ربما ستتضح أكثر المشهد، رغم أن المعطيات تقول أنه سيتم التأجيل، ولكن هناك انتهاكات وجرائم كبرى داخل هذا المعتقل.